أهلا بيكم في فيلم جديد بيبدأ فيلمنا في مزرعة للتيران وبنشوف اتنين من التيران الصغيرة وهما بيلعبوا مع بعض وبيظهر بعدها الطور فيردناند وبنشوفه وهو بيسقي الورد في المزرعة بتوصل بعد كده عربية للمزرعة وبيجي عليها كل التيران الصغيرة وبنعرف انها جت علشان تاخد الطور اللي هيشارك في مسابقة التيران وبيسالهم فرناند مين الطور اللي هيشارك في البطوله بيقول الطور في ان هم اكيد هيختاروا باباه وان هو لما يكبر هو اللي هيشارك في البطولات دي وبيقول بونز ان هو اللي هيشترك في مسابقه التيران لما يكبر لانه اسرع واحد فيهم فبيتضايق منه في وبيفضل يتريق عليه وكمان بيضربه وبيوقعه على الارض فبيجري عليه فيرناند علشان يطمن عليه، بيجي بعدها فليانتي وبيحاول ان هو يتخانق مع فيرناند اللي بيرفض وبيقول لهم ان هو مش ضعيف ولا بيخاف ولكنه ما بيحبش الخناق والمصارعه، ولكن فجأه بتدخل التيران الكبيره وبيفضلوا يتصارعوا مع بعض وبنشوف التيران الصغيره كل واحد فيهم بيشجع ابوه ومن بعيد بيتفرج المصارع علشان يختار الطور اللي هيشارك في المسابقه وبيختار في الآخر أبو فردنان بيكون هنا فردنان حزين وبيسأل أبوه هو لازم يشارك في المسابقة فبيقول له أبوه أنه طبعا لازم يروح المسابقة لأن ده حلم أي طور في المزرعة فبيقول له فردنان أنه مش حلمه أنه هو يشارك في مسابقات التيران فبيقول له أبوه أنه لما يكبر كل احلامه هتتغير وكمان بيقوله ان هو مش هيقدر يكون بطل من غير ما يشارك في مسابقات التيران وبيودعه وبيركب العربية وبيمشي بيرجع بعد كده المزرعة فبيلاقي ان صحابه التيران داسوا على الوردة بتاعته وبيرجع على مكانه وبيفضل يستنى ابوه عشان يرجع ولكن العربية بترجع للمزرعة وبتكون فاضية فبيقرر ان هو يبعد عن المزرعة وبيفضل اصحاب المزرعة يجروا وراه علشان يمسكوه ولكنه بيقدر ان هو يهرب منهم ويوصل لمحطه القطر وفي المحطه هناك بيركب القطر وبتتحرك العربيه بسرعه ولما بيوقف القطر بينزل فردناند وبتكون الدنيا بتمطر جدا فبيتزحلق وبيفقد الوعي بعدها بيفوق فردناند فبيلاقي نفسه في حظيره صغيره وبتدخل عليه بنت كده صغيره وبتحاول انها تطمنه وكمان بتديله له ورده علشان تهديه بتعرفوا البنت الصغيره على ابوها وكمان الكلب بتاعهم وكمان بتفتح له الباب بتاع المزرعه وبيفضل يجري ويلعب وسط الاشجار والورد وبعد كده بتمر الايام وبيكون فيرناند مبسوط وبنشوفه وهو بيلعب مع البنت الصغيره وبيكبر وسطهم اما في يوم بقى بيصحى بدري وكمان بيصحى الكلب وكمان الديك معاهم وبيقول ان النهارده يبقى يوم مهرجان الزهور وان هو هيبقى اجمل يوم في السنه كلها بتوصل البنت وابوها اخوان وبيكون فيرناند طبعا متحمس ان هو يروح معاهم لمهرجان الزهور ولكن خوان بيقول له ان هو مش هينفع يروح معاهم فبيتضايق وبيكون حزين جدا وبيفضل فردنان يقول لنفسه ان هو لازم يروح للمهرجان حتى لو كبر لانه لسه بيحب الورود وفعلا بيقرر ان هو يروح وهناك بنشوفه وهو قاعد بيشم في كل الورود ولكن بيشوف ان كل اللي موجودين خايفين منه بالذات بعد ما قرصته نحلة وده لانه فضل ساعتها يصرخ بصوت عالي جدا وبيجري في كل حتة بسرعة وبيقدر بعد كده فردنان ان هو ينقذ طفل صغير كان هيقع ولكن كل الناس بتكون مصممة ان هو وحش وان هو كان عاوز ياكل الطفل بيوصل الكلب بعد كده وبيقول له ان هو لازم يرجع للمزرعة بسرعة ولكنه مش بيسمع كلامه بيفضل بعد كده يجري علشان يهرب من الناس اللي في الحفلة وبيدخل بيت وبيستخبى فيه ولكنهم بيشوفوه وبيمسكوه وبيربطوه بالاحبال وبيدخلوه العربية بنشوف بعد كده نينا وهي بتجري ورا العربية وبتفضل تنادي عليه ولكن العربية بتمشي وبتوصل العربية للمزرعة أما هناك فبيكتشف فردناند إنها نفس المزرعة اللي هرب منها لما كان لسه صغير وبيدخلوا معاه معزة صغيرة علشان تعرفوا على باقي التيران ولكنها بتتفاجأ لما بتلاقيهم عارفين بعض أصلا ولما بيشوفوا فيليانتي بيكون فاكر إنه هو راجع علشان يصارعه ويهزمه فبيقول له إن هو مش هيسمح له إن هو يهزمه لما يبدأوا إن هم يتصارعوا في الحلبة وبيسيبوا وبيمشي، بيروح بعدها فردنان لأوضته في المزرعة وهناك بيدخل عليه شوية أنافد وبيكونوا خايفين منه لأنه طبعا عملاق بالنسبة لهم ولكنه بيطمنهم وبيقول لهم إن هو مش بيحب يأذي أي حد وكمان بيديلهم أكل وبيودعهم، بنشوف بعدها فردنان وهو بيحاول إن هو يهرب من المزرعة ولكنه بيتكهرب من السور وبتفضل الخيول تتريق عليه، وبيبص على السور فبيلاقي ان الحشرات الصغيره بتقدر انها تعدي من تحت السور من غير ما تتكهرب، وبيقول ان هو طبعا مش هيقدر يعمل كده لانه ضخم جدا والمكان ضيق عليه، اما في تاني يوم فبتصحي المعزه كل التيران الموجودين في المزرعه وبتقول لهم ان اشهر مصارع للتيران واللي اسمه بريمير موجود في المزرعة فطبعا بتتحمس كل التيران لأنهم ما عاوزين إن هو يختارهم بتبدأ بعد كده المصارعة بين كل التيران وبنشوفهم هم قاعدين بيتصارعوا مع بعض بكل قوة علشان بريمير يختارهم ما عدا فردناند اللي بيكون رافض ان هو يشارك في اي مصارعه فيها عنف بعد كده بقى بنشوف بريمير وهو ما بيعجبوش اي طور من اللي شافهم وبتضايق طبعا التيران جدا وكمان بيتهموا فردناند ان هو السبب فبيقول لهم ان هو يا جماعه انا مش عايز اشارك في المسابقه دي وبنشوف بعد كده نينا اللي بتكون مفتقده فردناند وبتعيط عليه وكمان فردناند اللي بيكون زعلان ان هو بعد عنها اما في تاني يوم فبيشوف كل التيران وهي بتتدرب على المصارعه وكمان الخيل قاعده بترقص وبتقرب منه المعزه وبتقوله ان هو لازم يتدرب على المصارعه علشان يكون قوي زيهم، لكنه بيرفض ان هو يصارع التيران وبيجري بعدها علشان ينقذ ارنب صغير قبل ما يموت، بيكون ساعتها التور انجروس شعره طويل وبيساعده فيرناند ان هو يرفع شعره وبيقدر ان هو يشوف كويس فبيشكره انجروس وبيساله عن السبب اللي بيخليه يساعده برغم ان هو غريب عن المجموعه بيقول فردناند لان هما اصحاب في مزرعه واحده وكمان لانه مش مهتم بالمسابقه وبتروح له المعزه وبتتكلم معاه وبتطلب منه ان هو يوقف يساعد التيران لان هما كده هيكونوا اقوى منه وهيكسبوه في المصارعه لكنه برضه مش بيهتم بكلامها وبنشوف بعدها فردناند وهو بيحاول ان هو يرقص وبتفضل الخيل تتريق عليه لان هما اول مره يشوفوا طور وهو قاعد بيرقص وبيفضلوا بقى يرقصوا قدامه علشان يضايقوه يعني ولكن بيدخل انجرس وبيفضل ان هو يرقص مع فردناند وبعد كده بتدخل المعزة وباقي الحشرات الصغيرة وبيرقصوا مع فردناند وبيقدروا إنهم يتغلبوا على الخيل في الرأس وبتكون المجموعة كلها فرحانة جدا ولكن فجأة بيدخل عليهم في اليانتي وبيفضل يتريق بقى عليهم ويقولهم إنه إن هو هيسيبهم هما يهتموا بالرأس ولكنه هيفضل يتدرب علشان يكون أقوى منهم ويكسبهم في المصارعة ويروح بقى علشان يشترك في المسابقة لأنه هو الوحيد اللي هيكون جاهز إن هو يشارك فيها وبيتأثر طبعا التيران كلهم بكلامه وبيسيبوا فردنان مع المعزة وبيمشوا بيتكلم ساعتها فردنان مع المعزة وبيقول لها انه هو نفسه انه يرجع لنينا مرة تانية ويسيب المزرعة دي وبيفضل بقى يحكي لها عن نينا وعن الحيوانات اصحابه والمزرعة اللي هناك واخوان وبتتحمس جدا المعزة لكلامه وبيكون نفسها ان هي كمان تروح معاه هناك وبتسأله هي إيه الطريقة اللي يقدروا بيها إن هم يخرجوا من المزرعة فبيروح فرنان للأنافذ الصغيرة وبيطلب منهم إن هم يساعدوه علشان يهرب وفعلا بنشوف الأنفد بيفتح الباب وبيقدر فردنان إن هو يدخل لبيت علشان يهرب منه لبرة المزرعة ولكن هناك بيلاقي فردنان صورة والده متعلقة على الحيطة وكمان صور لتيران تانية كتيرة جدا فبيفتكر والده وطبعا بيتضايق وبيقرر ان هو يرجع مره تانية للتيران علشان يتكلم معاهم ان يا جماعه مفيش حاجه اسمها فوز اصلا في حلبه المصارعه وان كل اللي بيحصل للتيران هو الموت وبس بيرجع بعد كده فردنان للمزرعة وهناك بنشوفه وهو قاعد بيتكلم مع فيليانتي ولكن فيليانتي بيكلمه بعصبية وبيقول له إن هو جبان وبيكون شايف إن الطور اتخلق علشان يشارك في مسابقات المصارعة وإما يفوز أو يموت وبيكمل فيليانتي كلامه وبيطلب من فردنان إن هو يصارعه وكالعادة طبعا بيرفض فردنان إن هو يدخل في قتال مع طور صاحبه في المزرعة ولكن فيليانتي بيصمم إن هو يصارع فردنان وفعلا بيهجم عليه ولكن فيرنان بيكون قوي جدا وبيكسر قرن من قرون في اليانتي مين بقى اللي بيلقطهم اللي بيلقطهم هو المصارع بريمير وبيقرر انه يختار الطور فيرنان علشان يشارك في المسابقة ولكن فيرنان احنا عارفين رأيه في الموضوع ده وبيقرر ان هو يهرب من المزرعة وياخد باقي الحيوانات علشان ينقذهم من الموت في المسابقات بتاعه المصارعه اما هنا بيتكلم فيردنان مع فيليانتي ان هو يهرب معاهم وبيرفض في البدايه ولكن في النهايه بيقدر فيردنان ان هو يقنعه وفعلا بنشوف فيليانتي وفردنان وهما مع باقي الحيوانات بيركبوا العربيه بسرعه وبيقدروا ان هم يهربوا من المزرعه وبيقدروا فعلا يهربوا من اصحاب المزرعه بكل كفاءه وبنشوفهم بعد كده وهم راكبين اتوبيس لحد محطة القطر أما هناك فبيستخبوا تحت القضبان بتاعة القطر ولكن بيشوفهم صاحب المزرعة وبيفضل يطاردهم لحد ما بيقدروا إن هما يمسكوا فردناند وفي اللحظات دي بيشوف خوان صورة لفردناند وهي بتتعرض في التلفزيون وطبعا ساعتها كانوا بيقبضوا عليه فبيقول لبنته نينا عن اللي شافه في التلفزيون وبيقولها كمان إن هما كده هيقدروا إن هما يلاقوه في مسابقة مصارعة التيران وبيقرروا ان هم يروحوا له مدينه مدريد اما في يوم المسابقة فبتروح المعزة لفيردناند وبتقول له ان هو ممكن يكسب في المسابقة ولكن بشرط واحد ان هو يقاتل من اجل حياته وبنشوف بعدها بريمير وهو بيدخل للحلبة وبيفضل الجمهور يحييه وبعدها بيتفتح الباب لفيردناند علشان يدخل وبيكون فردناند طبعا متوتر وبيفضل بقى يبص للجمهور وهو خايف وبيحاول بريمير ان هو يقرب منه ويستفزه علشان يصارعه ولكن فردناند بيفضل يرجع لورا وبيرفض ان هو يتعامل بأي عنف في المسابقة بيظهر بعدها ناس معاهم عصيان وفيها سكاكين صغيرة بيفضلوا ان هم يضربوا فردنان لحد ما بيتعصب وبيهجم على بريمير وبيخطف منه القماشة الحمراء هنا بيحاول بريمير ان هو يقاتل فردنان بسكينتين ولكن بيقدر فردنان في كل مرة ان هو يحمي نفسه منه ويهرب وبيتعلق بعدها المصارع في قرون فردنان وبيكون عاوز ان هو يخلص عليه ولكنه فجأة بيلاقي وردة تحت رجله فبيفضل يشم فيها وبيهدى وبينام على الأرض، وهنا بتنادي كل الجماهير على فيرناند وبتطالب المصارع إن هو يطلق سراحه، بتظهر بعدها نينا من وسط الجمهور وبتفضل تنادي على فيرناند اللي بيكون سعيد جدا لما بيشوفها وبيجري عليها وبيحضنها، وبنشوف بعدها كل الحيوانات وهم عايشين مع نينا في مزرعتها وبنشوف فيرناند وهو بيجري وسط الورود اللي بيحبها. وبس كده لحد هنا بتخلص حكايتنا مع فردناند الطور اللطيف اللي ما بيحبش مسابقات ولكن بيحب ان هو يشم الورود نتمنى ان الفيلم والحلقة بتوعنا يكونوا عجبوكم لو عجبوكم فعلا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد نشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة وسلام